السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة عن الدوري المصري، هنتابع معاكم زي ما تابعنا قبل كده الدوري المصري من البداية. فالنهاردة هنتكلم عن مباريات الأسبوع الرابع، اليوم الأول واليوم الثاني. أما الأسبوع الثالث فإحنا ما عملناش فيه فيديوهات لأن الأسبوع ما اكتملش، في 4 مباريات متأجلين بسبب مشاركة الأندية المصرية الأربعة في بطولات افريقيا. فان شاء الله لما الاسبوع الثالث يكتمل هنعمل فيديو عن النتائج والارقام، فتابعونا لنهاية الحلقة لان حلقة النهاردة فيها ارقام كتير حصلت، وفي رقم مهم جدا حصل في مباراة غزل المحلة، فتابعونا ويلا بينا نتكلم في التفاصيل. يوم الخميس كان في مباراة واحدة بين وادي دجلة وسموحة. سموحة فاز بنتيجة 2-1 بعد ما كان خسران بهدف، فاز بهدفين في النهاية. سموحة مع أحمد سامي لعب 13 مباراة بدون هزيمة ما بين فوز وتعادل، فده رقم ما بيحصلش كتير للأندية غير للأهلي والزمالك. سموحة فاز للمرة الأولى هذا الموسم بعد تعادلين وله مباراة مؤجلة، إنما وادي دجلة فخسر للمرة الأولى هذا الموسم بعد تعادل وفوز وله مباراة مؤجلة. يوم الجمعة امبارح اتلعب 3 مباريات، الأولى كانت بين أسوان والجونة، والجونة فاز بهدف نظيف عن طريق ولتر بواليا اللي أصبح هداف الدوري المصري برصيد 3 أهداف. ولتر بواليا بيقدم مستويات رائعة مع الجونة لحد دلوقتي، سجل 3 أهداف في 4 مباريات. أسوان بعد ما فاز المباراة الأولى والمباراة الثانية خسر المباراة الثالثة والرابعة، خسر من المصري 3-0 في الأسبوع الثالث وخسر من الجونة بهدف نظيف. الجونة بيتصدر حاليا الدوري المصري برصيد 8 نقاط. نيجي للمباراة الثانية، مباراة غزل المحلة وطلائع الجيش، اللي قدر يفوز بنقاط المباراة غزل المحلة بعد غياب طويل. وهنا 3 أرقام اتحققوا في فوز غزل المحلة على طلائع الجيش. المحلة بعد غياب 2497 يوم بيفوز، وبرضه بعد غياب 1677 يوم بيسجل هدف على ملعبه، إنما بعد غياب 1665 يوم بيلعب على ملعبه. فوز مهم جدا لزعيم الفلاحين. أنا على المستوى الشخصي بحب غزل المحلة وأحب وجوده بشكل مستمر في الدوري المصري لأنه من القوى الناعمة في الدوري المصري. كل التوفيق لأبناء المحلة. إنما طلائع الجيش فريق الوحيد اللي خسر 3 مباريات وعنده نقطة وحيدة من تعادل في مباراة الأسبوع الأول أمام الجونة. نيجي للمباراة الثالثة اللي اتلعبت يوم الجمعة، الإسماعيلي والبنك الأهلي. الإسماعيلي بيتعادل مع البنك الأهلي في الإسماعيلية 0-0. الإسماعيلي بيقدم مستويات وحشة جدا وأتمنى إنه يرجع للمنافسة من جديد، لأن الإسماعيلي برضو من القوة الناعمة في الدوري المصري. الإسماعيلي اتعادل 3 مباريات الموسم ده وخسر مباراة أمام الجونة، اتعادل 2-0 ومرة 1-1. الإسماعيلي عنده عقم هجومي واضح، عنده تخبط إداري واضح. طلعت يوسف اتولى تدريب الفريق لمدة 1.5 يوم وبعد كده طلعت يوسف رحل لأن في الإسماعيلي مشاكل كبيرة جدا إداريا، أتمنى إنها تتحل لأن اللي بيدفع تمن كل ده الجماهير والفريق. الفريق الموسم اللي فات قدر ان هو يهرب من الهبوط. خلينا نشوف الاسماعيلي هينهي فين الموسم ده. كل التوفيق للاسماعيلي وكل التوفيق لفرق الدوري. انما البنك الاهلي فاتعادل للمرة التانية الموسم ده، لعب 4 مباريات اتعادل 2 وخسر مباراة وفاز مباراة، وكده نكون انتهينا من 4 مباريات اللي اتلعبوا في الدوري المصري في الاسبوع الرابع. إن شاء الله هنكون معاكم بشكل شبه يومي بعد نهاية كل يوم من الدوري المصري، هنكون معاكم في فيديو جديد هنتكلم عن النتائج، هنتكلم عن الأرقام اللي بتحصل، هنتابع كل الفرق وهنجيب كل الأرقام. أهم حاجة ما تنسوش تدعموا الفيديو بلايك،
ما تبخلش علينا بدعمك لينا، محتاجين الدعم ده لأنه بيكون حافز كبير لينا إننا نطور ونحسن من أدانا. واللي حابب يتابع أجواء الدوري المصري وأخبار الدوري المصري، في وصف الفيديو هنسيب لكم لينكات صفحاتنا على التواصل الاجتماعي. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.